تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 بإقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلبات العصر، فقد تقرر إنشاء مركز العمليات الموحد لوزارة البلدية والبيئة. وقد تم البدء بتنفيذ أعمال المشروع بهدف الارتقاء والتميز بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى إدارة وسرعة الاستجابة للأزمات والأحداث الطارئة عبر استخدام أفضل الحلول التقنية، حيث يقوم مركز العمليات الموحد بإدارة الأحداث والأزمات الطارئة وضمان سير العمل بطريقة احترافية من خلال التوجيه والمتابعة بين قطاعات وإدارات الوزارة المختصة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وقد قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني بالتكرم بتدشين مركز العمليات الموحد والبدء الفوري بعمليات التشغيل حسب الجدول الزمني الموصى به.